جري الحمد لله بكل فرح، وصوتنا الحمد لله على المجلس الإقليمي كأعضاء باسم جماعة تشيرة نساء ورجال. الحمد لله كل شيء تخطى بخير وعلى خير، بفرحة وبهجة وبسرور الحمد لله. ونحن بالنسبة لنا نيابة عن المرأة بالنسبة للعالم القروي، نحن كنشكروا سيدنا جزيل الشكر اللي أعطانا فرصة للمرأة باش حتى هي تبان الحمد لله على العالم القروي. ونتمناو من المجلس الإقليمي باش يرد لنا التفاتة كبيرة للمجالس القروية، لأنها في حاجة ماسة لهذه المساعدة. جينا اليوم باش نشاركوا في العملية الديمقراطية، هي انتخاب أعضاء المجالس والجماعات والأقاليم على الصعيد الوطني، وخاصة إقليم المجلس الإقليمي لإقليم العيون. والكثافة كانت الحمد لله كثيفة جدا، وحتى المشاركة ديال النساء اليوم جاوا فرحانات ومتحمسات باش يصوتوا، لأنه مؤخرا كان صاحب جلالة الله ينصره أعطى تمثيلية للنساء حوالي ثلثي المجالس للنساء، وكانوا جاو هون خاصة النساء العالم القروي جايات مبهجات وفرحانات باش يصوتوا ودلوا بأصواتهم. وحنا كمنتخبين إن شاء الله الرحمن الرحيم في برامج ديالنا اللي درنا واللي غادي نسطروا باش نكملوا التعاقد اللي درنا في برامجنا مع المواطنين، غادي إن شاء الله نشتغلوا عليها خاصة في اللي جات في النموذج التنموي اللي صادق لي صاحب الجلالة مؤخرا الله ينصره، وخاصة هي خدمة العنصر البشري. على كل حال الحمد لله هذا عرس منظم وكانت ديمقراطية وشفافية، وجات الناس فرحانة وصوتت، وإحنا كحزب الأصالة والمعاصرة متكتلين مع حزب التجمع الوطني الأحرار في هذه المبادرة، صوتنا عليهم كلائحة واحدة. كانت الأجواء زينة وكانت مسائل نقية وكان النظام زين، إحنا صوتنا والرئيس اللي جا كيف ما كان، ولو إحنا معارضة إحنا نخدموا اليد في اليد، وجينا من أجل خدمة ساكنة العيون ومدينة العيون، وهذا هو المهم. ورئيس لامنا أولادنا كيف ما كان نوعه والعياذ بالله لامنا أولادنا، وإحنا نشتغلوا معاه ونخدموا معاه ويد اليمنى ونساعده في اللي ما يعرف واللي يعرف. الحمد لله الناس كاملة جربت وعاد تعرف تسير وعاد تعرف تمشي في الاتجاه الصحيح لصالح مدينة العيون وشباب العيون وسكان العيون وعاطلة العيون وضعفاء العيون. جينا هون اليوم نصوتوا على المجلس الإقليمي، على رئاسة المجلس الإقليمي، وكانت تخطى تصويت مصداقية وشفافية مميزة وبترتيب سلس جدا. ونتمنى عن الشخص اللي صوتنا عليه يحقق لنا جميع المتطلبات العامة بصفة عامة بلا ما نذكرها، وخصوصا مركز على العنصر النسوي. ونتمنى أن هذا المجلس يركز على الصحة والتعليم كما العادة في مرته الماضية، لأن نحن صوتنا عليه هي يكمل المشاريع الصغرى والكبرى النموذجية. أهلاً.